مش انا عملت يلا معلش. هو بصي هو عمال يعني هو انت مش هتتعظ غير ما تعرف تتجوز. شر الحمام ده بيعمل ايه في البيت عشان تعرفه ماشي. قد ايه اولا هو مش بيت الراحه وبيت الشر، بس احنا بنقول بيت الراحه تلمس يعني. ان انا ما بحبش اقول كلمه وحشه لكن هو طبعا هو مش بيت الراحه، هو بيت التخلي عن كل ما هو سيء، كل ما هو سلبي احنا بنتخلص منه مما هو سيء. والناس بتتعامل مع الحمام بشكل غريب جدا، بيتعاملوا فعلا بيه على انه بيت الراحه. انا عامله بيت الراحه ده سخريه مش هو بيت الراحه، لان احنا بندخل جوه نغني وبندخل جوه ناخد الموبايل وبندخل جوه ننسى نفسنا وبندخل جوه نفضل قاعدين بالساعات ومش عارفين احنا بنعمل في نفسنا ايه. ده احنا لو عرفنا شر هذا المكان يا دوب ندخل فيه ونطلع جري جري بسرعه، ما نعملش اي حاجه فيه غير لمهمته ونطلع جري. طيب طبعا بدات السؤال تضحك عليا يعني طبعا هو ما دام عمل شفيته في عفيته عايش في الحمام الناس ده يوه لا لا yeah. انا دايما احذر الامهات اقول لها لا يعني والله انا قلت لواحده مره لبنتها امسكي التايم امسكي التايم ما ينفعش كده. يقول لك بتقعد تاخد شاور ثلاث ساعات وتدخل الحمام ثلاث ساعات، ما فيش كده. دول اخواتي ما فيش ومعاهم السماعه. انتوا هتبقوا من تخش يعني السماعه. طب انا عندي اصحاب عندهم ال سي دي في الحمام وبيساوند على برامج اخوفكم اخوفكم في الدش اخوفكم في اقامه يعني خوفينا قالها في اقامه. مش المكان ده ليه عمار وحشين؟ فما انت تدخل جوه تاكل جوه وتقعد على الموبايل جوه وتتكلم على الموبايل جوه وتحمل احاديث مع في التليفونات وتعيش حياتك وفي ناس بتعمل تي في وحاجات كده وكده. عايزه اقول لك ان الموضوع ده بيخليك من اهل هذا المكان، هما بيعتبروك من اهله. شيل بقى مستباح اللي قابل بقى قابل بقى خلاص انت بقيت من اهل هذا المكان. انت عايز تبقى من اهل هذا المكان ولا من اهل الناس اللي بره؟ من ناس هذا المكان. عيش حياتك قابل